السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم لاباس، اموركم مزيانه. واخيرا جوله في الصالون، مرحبا بكم في صالوني. غادي ندير لكم جوله بالتفصيل الممل. عرفت راسي تعطلت عليكم، ولكن يلا لقيت الوقت فين نصور لكم كل شيء. غادي نصور لكم بالتفصيل الممل كاع لي ديتا غادي نقولهم في الفيديو. فكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، باش هكذا ما يطيحوش لي اسئله هكذا في لي كومونتير اللي غنكون ديجا مجاوبه عليهم. يلا خليكم معايا، ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تنسيش انك تضغطي على زر الاشتراك. مرحبا بكاع الناس اللي داخلين عندي جداد، ومرحبا بكاع الناس اللي عاد كيشوفوا قناتي، ومرحبا بالناس القدام طبيعه الحال، القدماء المحاربين اللي خطاكم عليا، ومرحبا بكم مره اخرى. اول حاجه هنايا غادي نبداو بها هي واحد هكا، واحد دويره خفيفه على الصالون، يعني بحال اللي قلتو تشوفوه كامل. وديك الساعه غادي نعطيكم معلومات على كل شيء، على كل حاجه بوحديتها وكيفاش مصاوبه. غادي نعطيكم داكشي بالتفصيل الممل، فكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بالنسبه للناس اللي صيبوا ليا الصالون، هما ميستا ديكور اللي تكلفوا ليا به دو ا جوسكا زد. هانتوما انا غادي نبدا نوريكم شويه بشويه وتشوفوا كل شيء على عينيكم. و بطبيعه الحال صورت لكم اللي يلاه كان مازال كيتحط، باش هكذايا كتشوفوا كيفاش كانوا كيحطوه، كيفاش كانوا كيصيبوه وداكشي كامل. فاول حاجه حبيباتي غادي نبداو بالخشب. بالنسبه للخشب داروه ليا نوايي. نوايي راكم عارفين هو اللي خرج دابا طوندونس، داروا على هذا الشكل هذا، وزادوا فيه ديك لابوند في لي طون، هذاك دو فري لي طون البنات، لي طون الحقيقي ماشي المزور، حيت راه ردوا البال كاين اللي كيديروا مزور دغيا كيتصدى. فهانتوما غتشوفوا السدادر كيفاش كانوا كيتحطوا في الاول، ما داروش ليهم دوك الخشبات اللي كيكونوا لداخل، هذا السهل في المسيح وعاد كاملو داير بحال هكاك، خطير جدا الصراحه واعر. والديتاي اللي عجبني اكثر هي هاد السداده هذه اللي كتكون ما بين سداري وسداري، باش ما كيتحركش، هذه كتسد يعني ساقطه اللي كتحليها وتسديها كيف ما بغيتي وقت ما كنتي غادي تحيديهم مثلا باش تخمليهم، باش هكذايا ملي كتحطيهم كيبانوا لك، يعني كيجيو كيجيو مقادين، يعني ما كيكونش ديك. انتم راه غادي تشوفوا كيحطوا داكشي بالتدقيق، ودائما سي مصطفى كيكون واقف على شغله، يعني مولشي هو اللي كيكون واقف عليهم على الدراري ديالو، وباش كيشوف زعما واش كلشي كيف ما بغاو ولا لا. هادشي كيديروا مع كلشي البنات، راه ماشي غير معايا انايا. بالنسبه لهذا راه غادي تشوفوا انهم جايبين الماتريال ديالهم كيشوفوا كيحطوا. انا هذا المشكل هذا كان عندي في الاول، يعني فرماجات وداكشي كانوا جاو تحطوا كلشي، وكان كيبان داك الفراغ ما بين فرماجه وفرماجه. فهنايا لا نهائيا صراحه مفيني لواحد الدرجه راه لا تتصوركم. عارفين الحيوط دائما كيكونوا معوجين، وانما بقاو غاديين معاه حتى صيبوا داكشي كيف ما بغاو. بالنسبه لكم يا البنات كان جاوا بحال هكا، حتى هما بطبيعه الحال بنويي ودايرين في ديك لابوند في لي طون اللي كتجي انيقه زوينه بزاف في الدوغي. داروهم كيتحلوا بالعكس باش هكذايا ما يكرجوش ليا الحيوط كما كان وقع ليا اخر مره، راك ديجا قلتها لكم. وداروا هاد اللعيبه هادي اللي كتكون ما بين السداري والبونجا. دابا ندوزو للطبالي. بالنسبه لي صوندغيه اكتفينا غير بجوج، نورمالمون جوج غادي يكونوا جهه السداري، ولكن حطيت واحد هنايا عجبني فوق من داك الفاز وانا نخليه تما، حطفت به تما. والطبله درنا على هاد الشكل هذا، كتجي مودرن وزوينه بزاف، وخا تشوفوها بحال هكا راه ما تقيلاش، ماشي داك الثقل، يعني كدفعيها عادي جدا، والشكل ديالها رائع عجبني زعما صراحه. تجربنا فيها اننا زعما نجلسوا ناكلوا مريحه. دابا غادي ندوزو للخوامي. بالنسبه للخوامي كيف كتشوفوا انا عندي الحيط، ماشي الحيط، عندي الشرجم ما مسونطريش، ما جايش في الوسط. ف ميستا ديكور اقترحوا عليا انهم يديروا ليا ستور من التحت عاد فوق منه ديك الخاميه بحال هكا، باش هكذا نغطيو داك العيب ديال انه الشرجم ما جايش في الوسط، حيت ما كيعطيش ديكور زوين. صافي، والخدمه ديالته كتجي بحال هكا، السطور كيطلع وكيهبط، ودرناه في لولان. والخدمه ديال الخوامي كيجيو على هذا الشكل هذا. درنا داروهم ليا زعما هكذايا، اللي شي حاجه اللي بازيك. فكيف كتعرفوا انا المضارب ديالي حطفت بهم، غير حاجه وحده راكم عارفين المضارب ديالي روسول، واللي داروا ليهم وانهم داروا ليهم الغومبوغاج، ما بقاش عندي في العبار 70 ولا 75 سنتيم. كبروا ليا من العرض ديالها، داروا ليها الغومبوغاج باش تبقى ديما طلميطه مسرحه، حيت انا هذا كان واحد الديفو اللي كان عندي، كانت كتبان يعني ديك الزواقه اللي كتكون في المضربه كانت كتبان ليا في هكايا في الطلامط، وهكايا راه غادي يبانوا لكم كي مسرحين ومبومبيين لواحد الدرجه واو. هكا الطريقه اللي داروا ليهم باش يبقاو ديما هكذايا واقفين، وفي نفس الوقت رطيت بين
فبالنسبه للتواب خدموا ليا ثلاثه ديال لي بروكار يعني في اون تخوا كوردوني، وعاد زادو هاد لي بيتي كوسان هذا في التوب ديال لامي. هانتوما غادي يبان لكم التواب كاين هذا اللي كيجي اوني واخا فيه هاد الزواق هادي اللي عطاه واحد لو شارم رائع بزاف. وبالنسبه للوينات وحدين اخرين يعني زواقه وحده اخرى كتجي على هاد الشكل هذا. والثالثه هي اللي خدمنا فيها في لي كوان اللي غادي نوريها لكم دابا. اما بالنسبه لاباس مونطري او لا سفيفه خدموا ليا بلي بونبون والمجدول والمشعر. هنايا بالنسبه لهاد السداري هذا اللي كتجي تحت الشرجم دخلوا ليا في داك في هكا يعني دوك لي بوند لامي. بالنسبه لامي خدمناه في جوج ديال اللوينات، واحد في الذهبي والاخر اللي كيجي ما بين برونز، واحد لا كولور اللي زوينه بزاف. وهنايا كيف كتشوفوا هذا هو لو كوان اللي قلت لكم تخدم بزواقه وحده اخرى. فكيف كتشوفوا يعني حاولنا ما ندخلوش بزاف ديال التواب اولا بزاف ديال لي كولور، وما نكذبش عليكم انا لو شوا خليت ليهم هما حيت ما شاء الله عليهم عندهم ذوق رائع بزاف بزاف. ما حاولتش ندخل في بحال هادشي هذا حيت كيف قلت لكم ما باغاش نعاود نفس الغلط. وتبارك الله رائع، انا كنوري لكم من الفوق باش تشوفوا كيفاش كيجي زوين بزاف. فغادي يبان لكم انه قبل كان عندي ثلاثه ديال الفرماجات، دابا ولاو غير جوج فقط، ما حاولناش اننا ندورو الصالون. هنايا كيف كتشوفوا بالنسبه لي كودوار درناهم على هذا الشكل هذا، بحال هنايا بحال بحال الجهه الاخرى، يعني درنا الصالون يجي على شكل او هكذايا كيخلي لاسباس يبان كبير كتر. حيت انا قبل المشكل اللي كان عندي هو انه فاش دورت الصالون بان صغير كتر من القياس. هكا لعبنا على هاد لي كودوار هادو. والحاجه اللي واعره في هادشي كامل اللي حتى هي تكلفوا ليا بها ميستا ديكور هو لابياج ميغال. لابياج ميغال هانتوما كيف كانوا كيصيبوه تصيب وحده بوحده يعني بياس باغ بياس، ماشي كامل وفي دقه. يعني حتى لا قدر الله هرتو لكم الدراري شي وحيده بحال هكا تقدروا تحيدوها وتبدلوها بوحده اخرى. وبالنسبه للمرايات تخدموا بيزوتي، وكما قلت لكم غادي يبانوا لكم دوك لي تيكا اللي دايرين فيهم في الزرق هما باش كانوا معلمينهم، حيت جاو خداو العبار ديال الحيط وديك الساعه مشاو صيبوهم على حسب العبار وجابوهم كيتبعوا النوامر وكيحطوهم كيلصقوهم وكيبقاو يعني مفيكسيون في الحيط، ما تخافوا والو ما كيطيح ما حتى شي حاجه. هاد لابياج ميغال عطا واحد لاسباس زوين للصالون وزاد كبروا ليا. وكما قلت لكم يعني راه غادي يبان لكم تما بالضبط فين كانت الفرماجه زعما الاخرى وكان السداري الاخر هكذا فاش حيدتهم عرفتي راه ما شاء الله ولا كيبان الصالون كبر بزاف. انا كنشكر الصالون ديالي ولكن بصح عجبني هذه المره، عجبني بزاف كتر من القياس ومتاكده حتى نتوما غادي يعجبكم. فهكذا كيجي لابياج ميغال، هانتوما غادي نقربوا لكم باش تشوفوا لا فينيسيون كيفاش دايره رائعه. كاين اللي كيزيد عليها واحد الكادر رقيق في الجناب ولكن انا اكتفيت فيه فقط بحال هكا. وبالنسبه للسويرتات ديال الضو حتى هما تراصاو ليا بلاصتهم وخرجوهم ليا باش هكذايا كان زعما يبقاو لك بلاصه السويرتات تقدروا ديروا حتى التلفازه كيف ما بغيتوا. يعني صراحه رائع. في الاول كنا فكرنا اننا نديروا لابياج ميغال في الخشب ولكن فاش جينا نشوفوا لقينا غادي يزاد الضيق لينا الصالون، فقلنا غادي نديروا لابياج ميغال بالمرايات يعني بميغوار غادي يجي رائع. وبصح جا رائع بزاف، كيبان الصالون مضوي وكيبان كبير، يعني هذا الشيء باش عجبني. فهذا الشيء اللي كاين وهكذايا كنزيد نوريكم زعما الدوره ديال الصالون تشوفوها كيفاش جات. انا الصراحه عجبني، قولوا لي الراي ديالكم بطبيعه الحال ادواق لا تناقش. الحاجه اللي زادت نورات لنا الصالون وبيناتو هي طابي. طابي حتى وما تكلفوا بها ميستا ديكور بطبيعه الحال. غانتوما غادي يبان لكم انا زعما كون كنت انا اللي خديت الطابي ما كنتش غادي ناخذ الصراحه هادي، كنت غادي ناخذ شي وحده في الباج اولا شي وحده بحال هكا، ولكن هما خداو ليا هادي اللي فيها الوينات اللي ما كنتش غنزعم عليهم حيت غادي نقول لا ما كاينينش في طلامط. ولكن صراحه هذا غلط كبير، كنمشيو ديما كنبازيو على طلامط هما باش كنجيبوا الزربيه. شوفوا انتم راه لا علاقه ليها بالطلامط ولكن لا علاقه بالخشب ولا علاقه بداك الضوغي اللي كاين، داكشي باش زاد طلع لينا طلامط وزاد طلع لينا الصالون كتر. بالنسبه للطريا هنايا لقيت راسي ما صورتهاش وانا نقول بلاتي نحط لكم واحد الفيديو اللي كنت صورتها شحال هادي فاش يلاه ركبتها حيت هي اللي كانت ركبت الاولى في الصالون من بعد ما صبغنا. هادي خديتها في انزكان عند واحد كاين في دوك القواس ديال انزكان، ولكن تقدروا تلقاهم في اي بلاصه. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الصالون. كيف كتشوفوا هذوك ديال لامي درناهم جوج اللي درناهم في الدوري فقط، ما باقي كاع الوان درناهم بحال بحال.
وهكا كيكون الصالون ديالي. كنتمنى انه يكون عجبكم. خليوا لي التعاليق ديالكم، خليوا لي الاراء ديالكم. بطبيعه الحال انا الصراحه حمقني، وشكرا لكم بزاف ميستا ديكور على الجوده ديالكم وعلى الطريقه ديالكم باش كتحطوا اللي كتكون متقونه بزاف بزاف. هذا هو الصالون ديالي، كنتمنى انه يكون عجبكم. بطبيعه الحال ديما كنقولها، الاذواق لا تناقش، كل الذوق ديالو كل شنو كيعجبو. انا حاليا درتها غير هكا شي حاجه اللي هادئه لي نبدل بهم شويه، وديك الساعه ان شاء الله ملي نبغي ندير شي تبديله واحده اخرى ندير غتكون فيها اللوينات وداكشي باش نقدر نبدل وما يطلعش ليا فرا. هاد المره قلت غادي نعطي لواحد هو اللي يتكلف ليا بكل شيء، باش هكذايا هما اللي كيتحملوا مسؤوليه اي حاجه، مثلا شي حاجه ما عجبتكمش، شي حاجه ما ماشي هي هذيك، فهما اللي كيتحملوا مسؤوليتها. انا ما باغاش نمشي كل حاجه نتكلف بها لراسها، حيت هكا ديجا وقعت لي، يعني المره الاولى كانت وقعت لي ما سورتو فرماجات، يعني خصوصا فاش كديروا صالون اللي فيه فرماجات ضروري كيخرج لكم داك العيب ديال الفراغات ما بين الفرماجات، اللي كان صراحه عيب خايب بزاف. فالحمد لله صراحه هاد الناس هادو اللي صايبوا لي عجبوني بزاف، والخدمه عندهم تقونه جدا جدا. وصافي، واللابياج ميغال صراحه حتى هو عطى واحد الجماليه للصالون، وبينو يعني فريمون بينو كبير، بين صالون كبير وواسع فاش هكذا كضرب فيه الشمس وهكا كيزيد يبان كبير اكثر. الاول كنا فكرنا اننا نديرو لابياج ميغال بالخشب، ولكن من بعد فاش فكرنا مزيان قلنا لا غادي يزيد يصغر لي الصالون ما غاديش يبان كبير. فداكشي باش فكرت ندير هاد لابياج ميغوار هذا حتى هو كيجي. فخليو لي التعليق ديالكم، قولوا لي كيفاش جاكم، وانا صراحه كيبقى الراي ديالي انايا عجبني بزاف ومحمقني، والله يرزق اي وحده حتى يدير صالون ديالها وديروا كاع داكشي اللي بغيتوا في حياتكم يا رب. فشكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ديال بعد غدا ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.